مشيع. أهلا بكم في بيتنا، أهلا بكم في عائلتنا، أحداث ومغامرات يوميات حياتنا، مع أنس أبو الاختراعات، وإيمان ست الأميرات، ويوسف المشاكس، وجاء قائد العمليات، وأحلى بابا في العالم من عائلتي مشيع. اسمعوني، التفاصيل مهمة يا أولاد، خطتي مدروسة وما فيها أي خطأ. شوفوا هنا، هذه خريطة غرفة أنس، صح؟ مجنونة. أنا؟ لا، خطتي. كنت أبغى أقول أن هذه خطة مجنونة بس مضمونة النجاح إذا نفذناها بدقة. فهمت. قلنا أمس إنه في بيتنا واحد متعلق بالتكنولوجيا، هذا جميل، لكن مو لدرجة المرض. أخوكم أنس صار يتحول إلى روبوت، راح ينسى اسمه من كثر تعلقه بالاختراعات، وخطتي هذه عشان ننقذه من هذا المرض، مفهوم؟ أها. نفسي أشوفه يركز زي الروبوت. لا من جد يا إيمان، ركزي، فهمت الخطة؟ أها. ما في فايدة، شكلكم ما فهمتوا شيء. يلا اشرحوا لي الخطة. اللي فهمنا يا بابا. معلش، كنت آخذ صورة في الإنستغرام منشورة. استنوا اللايك، أغني مع الماي، بس فهمت إن أنس في ورطة، عشان كذا أنت طلعت في خطة. طيب يا أولاد، لا تنسوا التنكر الخاص لكل واحد منا، الخطأ ممنوع عشان ما تفشل الخطة. أنت يا إيمان حتعمل دور رامي صديقه المفضل. طيب. وأنت يا يوسف حتعمل دور صديقه سميح، وأنا حعمل دور صديقه سيف. على بركة الله، نص الليل هو وقت ساعة التنفيذ. يلا تعال تعال، فين حتهرب؟ مستحيل، حسمسك. الثانية عشرة، منتصف الليل، بيب بيب. كنت بصير في المركز الأول. أنس، رد علي يا ولدي. أيوة طيب، بكرة. إيش؟ راح ترد علي بكرة؟ طيب طيب طيب، مع السلامة أنس. ها؟ مع السلامة. شايف إني جاهز للخروج من البيت؟ احنا في نص الليل. اسف بابا، كنت اتكلم مع صاحبي ابو الليل. ابو الليل؟ ابو الليل صاحبك؟ كم عمر ابو الليل هذا؟ 12 سنه زيي. ايش يا حبيبي، يلا يلا قوم بسرعه، اللي في مثل عمرك وعمر ابو الليل هذا ناموا من 3 ساعات. يلا يلا. قال ابو الليل. انس. طيب حاضر، بنام دحين. حكمة اليوم، السهر الطويل يضر بالصحة. بيب بيب. ها؟ مو ناقصني إلا لعبة معطلة. حكمة اليوم، الثرثرة عين، عليك التخلص منها. أحم أحم، حصلحها بكرة. أنوس، روح نام. حكمة اليوم، عصفور باليد ولا عشرة على الشجرة. أكيد مجنونة. حكمة اليوم، لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن أهنته أهانك. الله يصلحك. طيب والحين نبدأ التنفيذ. ها؟ حكمة اليوم، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى. بيب بيب. ها؟ إيش اللي بيصير؟ أمس كان 10 شهر،
هذا يعني أني 12 أيام؟ ها؟ بابا! إيمان! يوسف! أنس! كأني أعرف صاحب هذا الصوت. هو... أنا رامي! افتح! أرجوك! ها؟ صح! رامي! بس... إيش بتسوي هنا؟ كيف وصلت البلكونة؟ ها؟ رامي! بس... ليش شكلك تغير؟ أنس! أرجوك! ساعدني! أبغاك تحبسني في غرفتك! شوف اللي أي حال وصلت! صرت مثل البرميل! واضح واضح! بس إيش السبب؟ تعرف كم أنا أحب الإنستغرام! أمضي كل وقتي مع الموبايل! لايك هنا وشير هنا ودردشة ولعب وا 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 ما عاد اتحرك ابدا ما لعبت رياضة من سنة سندويتشات ووجبات جاهزة ومكسرات وبطاطس اكل بطاطس كثير مرة بالشطة ومرة بالطماطم مرة بالبطيخ ومرة باللحم والنتيجة برميل يتدحرج ببطء طيب يا برميل قصدي يا صديقي العزيز ما انتبهت ان وزنك زاد؟ بابا وماما حذروني مليون مرة ما كنت اسمع الكلام اصراري وعنادي وصلتني لهذا الحال يا ليتني سمعت النصيحة وانت كمان اذا ما لحقت نفسك راح تصير زيي لا تقول كذا حط عينك في عيني انت كمان ما تسمع نصيحة والديك انت كمان تجلس كل يومك مع الكمبيوتر واللعب وغيرها صح معك حق هنتبه من دحين انا كمان قلت نفس هذا الكلام المهم ابغاك تربطني عندك ابغى ابعد عن الكمبيوتر والجوال يلا ما في حل ثاني يلا تعال لا مستحيل اربطني بسور البلكونه ارجوك مين انت ايش هذا اليوم ايش بيصير ماما ما حد حيسمعك أنا صاحبك سميح سميح؟ أنت سميح؟ بس أنت تعرف أني مدلع عند أهلي كل يوم أطلب من بابا يشتري لي أشياء جديدة كل يوم المسكين صار مفلس باع كل شيء حتى البيت خليني أنام عندك بس 10 سنين يا حبيبي 10 إيش؟ اسمعني انتبه على نفسك أنت كمان بتسوي مثلي فهمت قصدي؟ أنا بس ها؟ إيش بيصير هنا؟ ماما بابا ها؟ يا أهل البيت أينكم؟ لحظة عرفتك أنت العم أبو سيف صح؟ يا هلا بالعم فين صاحبي سيف؟ ليش ما جاء معك؟ حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل أنا سيف نفسه يا ذكي إيش؟ بس أنت ما كنت طيب ما حطول عليك ضعف بصري كثير من كثرة جلوسي قدام التلفزيون والكمبيوتر واللعب هذه كل قصتي وجيت أخبرك وأحذرك أنت كمان تسير على الدرب نفسه السلام عليكم بعد وأنت كمان سيبوني انزل عن ظهري يا متوحش هاي. يا خسارتك يا سيف انت كمان تسير على الدرب نفسه تسير على الدرب نفسه انت كمان بتسوي مثلي فهمت قصدي يكفي انس اصحى يا انس وقت المدرسه الحمد لله Thank you.
اليوم. لا تستسلم لليأس، قل بسم الله وابدأ صفحة جديدة. صباح الخير. بيب بيب. معك حق. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. بابا الحين عرفت خطأي، ضيعت وقتي، أهملت، ما بحطم كمبيوتري ولا جوالي ولا ألعابي. أوعدك أن أستخدم هذه الأشياء بعقل، لكل شيء وقته المناسب. الإسراف في أي أمر لا يضر إلا المسرف. راح أسمع كلامك، هذا وعد مني. لاتني عرفت هذا من أول. الحمد لله. أخيرا. إيش اللي خلاك تغير ولا شيء رأيك؟ ولا شيء. جاد؟ إيش تحمل؟ لا. إذا عجبتكم هذه الحلقة اشتركوا في قناتنا على اليوتيوب، العديد من المغامرات في انتظاركم.